دايما وقت الضيقه بنطلب امنا مريم، دايما بصير معنا شيء بالحياه وما يكون له حل بنقول يا امنا مريم اطلعي فينا. وبمناسبه الشهر المريمي نحن دايما ما فينا ننسى امنا يلي دايما حاضنتنا، خاصه بهالبلد، خاصه مع هيدي الظروف. بنرفع هيك راسنا لربنا وبنصلي له وبنصلي لامنا مريم بالشهر المريمي يلي هو شهر ايار. بنسمع ترانيم دينية منقدمها لمريم العذراء أمنا ومنرجع منتابع. كل الأشواق أحملها إليك يا أمة، لك حب حزني وفرحتي معك ربي ألقى. كل الأشواق أحملها إليك يا أمة، لك حبي حزني وفرحتي معك ربي ألقى. أهوى في الدنيا عينيك وجه ربي
رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء. لما بنحكي عن الفن والفنان ما بنحكي هيك لنقول هيدا الشخص فنان أو هيدا الشخص عنده فن، خاصة إذا كان هيدا الشخص مخضرم وعنده صولات وجولات بعالم الفن وعنده بصمته ووقعه وشخصياته يلي ما بتنتسى، وأهم من هول كلهم بقي هو الشخص يلي منعرفه من 20 سنة. وافتكر كتار عم بعينه من هيدي الحالة، لأنه بيكونوا بيعرفوا الفنان ومع مرور الوقت بصير هو ما يعرفهم. لأ، الفنان اللي عنا اليوم وباستضافتنا نحن منعرفه وبيضل يعرف كل شخص التقى فيه بحياته، وهيدا رمز لنجاح وتواضع واستمرارية. بصيرني رحب بسعد حمدان الفنان الشامل. صباح الخير لك سعد. يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ مرسي لك هالمقدمة، ضحكتيني بشغلة انه هو ما بيعود يعرفهم للناس. إيه معك حق للأسف الشديد في هيك، بس الحمد لله أنه أنت مش من هالنوع يا سعد. وعن جد يعني هيدي مش لأنه هلأ طالعين على الإعلام، أنا دايما بقول سعد بيضل مثل ما هو، صار أعرفه 10 سنين بعده مثل من 10 سنين، منلتقي سوا منحكي سوا، بيركض بيسلم. في كتار بيكونوا يا لطيف وبس يشوفوك بعد 5 دقايق ما بيعرفوك، ليه قولك؟ تتغير عليهم تكبر بالعمر؟ أنا بعدني بقعد على الأرض وكتير بحب الناس، حتى إذا الناس بشوفهم سوري بعدنا جاي من الجريب ولا يهمك، ضارب الناس كلها بهالفترة. سلامتك. إذا بشوف ناس يعني حتى عم بيطلعوا فيي وبدهم يحكوا معي أو بدهم يتصوروا معي ومستحيين، أنا بروح لعندهم. وحتى الناس اللي بيقولوا لي ليك بدنا نتصور معك في مجال، بقول يا عمي ما أنا ناطرك، عم فتش عليكم من شي شهر، وينكم مختفيين هيك؟ بحترم كل شخص، برد على الصغير والكبير. ما بحب الإساءة، ما بحب برات الطريق، وهيك بحب المرح بحب الفرح. يعني ما بعرف إذا بعد في شيء هلأ بهذا الوضع عم نقدر نوصل مشهد مثل الخلق، عم نقدر نغني مثل الخلق، لأنه منظهر بالنا بشيء، بالنا بالغلا، بالنا بالبنزين، بالنا بشيء. بالأول كنا نطلع بالنا بغنية، كان بالنا بمعزوفة، كيف بدنا نغير عود، كيف بدنا نشتري عود، كيف بدنا نغير وتر، كيف بدنا نعمل مسرح، محمسين للمسرح، محمسين لشيء. هلأ مثل واحد أخذ مخدر وماشي هيك مسير يعني. للأسف الشديد. سعد، حضرتك من الفنانين المتعددي المواهب بمعنى التمثيل والغناء، وهلأ كمان بعدك جاي من جولة جلت فيها صحيح. على إيطاليا وعلى العراق ورجعت إلى لبنان. بين سعد الفنان الممثل وبين سعد الفنان المغني أو المطرب، ما بعرف أنت شو بتحب تسميها، وين بتلاقي عن جد حالك أكتر؟ وين ما بتتعب لتعطي هيدي الشخصية؟ شوفي، موضوع الغناء صعب، أصعب من موضوع التمثيل. الغناء يحتاج إلى متابعة متواصلة، بده سهر أكتر، بده ليرات أكتر، بده يكون معه واحد. يعني مثلا بتعملي أغنية بدك تحطيها بالإذاعات بالتلفزيون بتدفع عليها، بدك تعملي عزايم، والشغل اللي بتكون هيك محيرة
وبتقلقوا كتير للفنان لما بده يروح يسجل اغنيه بيطلع بالغنيه هيك ممكن تضرب ممكن ما تضرب، شو رايه وعقله شو بقول له؟ ممكن بيصير يسمع على فلان وشو رايكم؟ وبضل قلقان وما بعرف كيف وكذا، ضرب يتسجل ما سجل، نشز ما نشز، بالليل بدك تضلك تدقدي للعالم تعوا احضرونا، ما مشكله كثير هيدي تعبتني. لما انا كنت مثل واغني بالوقت ذاته نعم ما كنت حب كثير اطلع على التلفزيون، كنت نفس عن حبي للتمثيل بالمسرح، فمشان هيك كانت بدايتي مسرح مع الاستاذ عمر الشماعي. انا 12 سنه شاغل مسرح مزبوط، فمدعوك منيح بهذه الشغله، وهو ابو الفنون الحمد لله اللي بحبه كثير للمسرح، واتمنى انه ما اشتغل الا مسرح، بس للاسف بطل في عنا جمهور مسرح وبطل في عنا ثقافه مسرحيه للاسف، اللي عم بتصير هيك عم بتصير شغلات فرديه الناس عم بيقوموا فيها. ف يعني هلا شوف الغنى في مصاري اكثر يعني بس انا بحسك ترتاح للتمثيل اكثر للتمثيل، لانه برتاح يعني أي. بقعد بالبيت بدقوا لي عندك دور ما عندك دور مرتاح، هونيك بدك ضلك انت تركضي وراهم ويركضوا وراك. سعد المميز فيك انه انت شخصيات اللي بتعملها بتترك نعم. اثرها بتترك بصمه، يعني صح. انا في مثل 3000 مسلسل ولا حدا يذكرني يقولوا اللي كانت بهيدا لا سعد حمدان بيترك بصمه بشخصياته يلي بيتعب عليها عن جد وبيشتغل عن جد وبيخلينا نصدقه، وما بدنا ننسى الشخصيه تبع شو اسمها هي الشخصيه، يعني شوف يعني الشخصيه قعدتني بالبيت 3 سنين بدون شغل الحمد لله صاروا كل الناس يفكروا انه سعد هيك عدنان، بس عن جد كل الناس صاروا يفكروك انك عدنان، يعني عم اسمعنا يقولوا اه هو ما بيحكي هيك فيك هو بيحكي طبيعي ما بيحكي هيك. من عدنان لهلا بذهب لشخصيتك بذهب، هل بتعتبر شخصيه عدنان هي الاكثر تاثيرا بالناس يلي بحبوك وبيتابعوك؟ هلا انا بالنسبه لذهب عملت هيدا صورته مؤخرا مع ايجل فيلم، بوجه لهم تحيه لهالشراكه المحترمه، عملت اخطر منها هيدي الشخصيه، عملت مع مروه جروب بموت اميره كنت عم بلعب دور شخصيه الشخص اللي صاحبته عندها بار، هو نسوانجي ونصاب ومحتال وبيسرق عالم وكذا، يعني مغير لشخصيتي كليا. هلا انا اساسا ماني كوميديان، انا بلشت دراما، بلشت دراما بقلب محطات بعد جديده بعدها وهن تلفزيونين ما بدي اقول مين هن، بس انه كانوا بعدهم عم يبنوا جمهور. نعم. وثاقبت بهداك الوقت في محطه كلنا بنعرفها ال بي سي، هي يلي كانت الاولى والطاغيه. نعم. سباقة. فانعرض غنوج تبيع على هيدا على التلفزيون، وتعرفت الناس على سعد حمدان من خلال غنوج تبيع، فافتكروا انه شخص جاي على الشخص جاي طالع من الكوميك. هونيك كنا نعمل دراما ويشوفوها هيدا الناس هون وهودي مجموعه هون يشوفوها، هون 95% من كان بيشوفوا هذا التلفزيون، فضرب غنوج دبيا وكان كاركتر غريب عجيب بعد لهلا الناس، يعني رحت صورت حتى وصلنا لمصر مع الاستاذ عادل امام بفرقه ناجي عطا الله، وعملت ديو الغرام وعملت موت اميره وعملت كذا عمل، وبعدهم بشوف الناس بيقولوا عدنان ما بزعل. مش معقول هيدي الشخصيه قديش طبعتك، بس حلو انه عرفت الناس قديش قدراته لسعد حمدان. ما بزعل انا بالعكس ما بزعل، ولكن بأسف على الناس اللي بتوصفنا انه هيدا لا 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 ما بتلبق له لهيدا كوميديان. يا اخي طب انا شو ذنبي اذا كنت شاطر بالكوميك والدراما؟ يعني لازم اكون يا اهبل بهاي يا مجدوب بها يا ما بعرف بها يا ما بعرف بها تما اقول كلمه غير طيب يعني. بس هو برايك سعد ما في الواحد يكون شاطر بكل شيء، يعني انا اذا مثلا اخذوا علي انه انا ما بمثل الا دراما لازم اقضي كل حياتي مثل دراما، طيب ما يمكن انا بالكوميدي بعطي كثير، انه ليش يؤخذ مثلا الفنان خلاص كوميدي بضل كوميدي درامي درامي ليش؟ في فنانين بيقدروا يلعبوا دراما وكوميديا، تراجيديا وكوميديا. نعم. في فنانين بيقدروا يلعبوا بس كوميديا ما بيلعبوا، يعني العكس، وكثير نسبه منهم اللي بيلعبوا كوميك بيلعبوا دراما، يعني عم نشوفهم على الشاشه يعني زملائنا كلهم. بقى بما انه الكوميديا اصعب من الدراما، يعني كيف بيعطيكي بالدراما؟ لما بيجي على الكوميك، شوف الكوميك شو بدي اقول لك،
يعني لازم يكون الواحد روحه مرحه من جوا، لا يقدر يعطي، هو قاعد بيعمل ضروبه بيعمل حركات بيعمل كذا، هودي بترجمهم خلال شغله بالتمثيل، لازم يكون روحه مرحه. هيدا اللي بده يلعب كوميك، اللي بده يلعب دراما، اللي بيكون عم يلعب دراما جاي بدك تلعبيه كوميك، في منهم ما بتركب معهم يعني، في منهم بتزبط معهم يعني، لانه هو من جوا ما بيكون هيك، ففي مع ناس بتزبط وفي ناس اذا هو من جوا ما كان كوميدي ما كثير. في عندك ناس بيحكوا نكته بتضحكك هن عم يحكوها، في ناس بيحكوا هي ذات النكته بتلاقيها عادي. صح، هيدا هيدا انا لما اخذت غنوجة مي لقيت انه شخص بيحكي على بارد على مهله. طب كيف يعني بارد على مهله؟ وقعدت 7-8 ايام تعبت، مش هينه 7-8 ايام بلياليها، واحمل معي الريكوردر واطلع لعند منى طايع، تحيه لها اللي كاتبه غنوجة بيا وانتاج رؤى برودكشن بهداك الوقت. الا منى بليز هذا الكاركتر عم بعمله هيك، شو رايك؟ قلت لي منيح منيح، خليك هيك، ارجع فل، ارجع انزل، ارجع اطلع لعند، ليكي فكرت بهيك منيح، ايه اوكي، وتزيد هي وتغير وانا اغير، بقيت 7-8 ايام. ايه اللي بيفكر انه الدور هيك بيركب بثانية، لا، دور خاصة مع فنان محترف مثلك لا بده ياخذ وقته ليطلع دور 100%. إذا بدنا هيك مش بدنا نقول نقيم، إذا هيك بدنا نمرق على من بداياته لسعد لهلا، شو الشيء اللي بتندم عليه بتقول يا ريتني هيدا ما عملته هون يا سعد خبصت، ولا ما في منها؟ لا لا، لحد هلا الحمد لله الحمد لله ما في شيء ندمان عليه ابدا. ادواري انا بنقيها، وما بقول مثل ما بقولوا فوائد قوم عند قوم فوائد. بهداك الوقت ما كان عندي عائله، ما عندي مسؤوليه، فقادر اقول لا، ولا زلت عم اقول لا. بينعرض علي كثير نصوص، طلع الشخصية إذا حسيتها أنه عم بتقلي تعا لعبني تعا مثلني تعا جسدني بروح، ما حسيت فيها شيء ما هلا. بيلفتك سعد الشيء اللي عم بيصير بين أنه خلطة ممثلين بين مثلا لبناني سوري عراقي مصري، بيقولوا أنه هيدا الشيء بيعطي ريت أعلى، هل أنت مع هيدا؟ بس إيه تجاوبك على هيدا النقطة، ندمت على مشاركتي بمسلسل لانه وراح اقولها ما بستحي فيها، حجزوا مصرياتنا كلياتنا بالبنك وما بقى معي ليره. فينا نعرف اي مسلسل ولا ما تصور ولا صور تصور وانعرض؟ صور وانعرض ورحت كرمال المصاري بس مش اكثر. فينا نعرف اي مسلسل؟ ولاول مره بعملها وهيدي عليها ندمان ولن اكررها لو بدي روح اشحد. اي مسلسل؟ كثير ما علي قول ما في مشكلة. أزتني كتير لأنه منه تاريخي هيدا. يعني استليته. كنت رايح على أساس يا خيي شو كيف كم يوم التصوير ما بنعرف، وين رايح الشخصية ما بنعرف، فشو كيف بدنا نشتغل؟ لازم تكون بالتصوير نهار بكرة، يعني عم بيحكوني لازم تكون بكرة. نعم. طيب والبنك مسكر والأتقام ما في، وعندي ولد وعندي مرة وعندي بيت، في مسؤوليات، في مسؤوليات. طيب وكانوا دافعين مبلغ، رحت نهار واحد وزعلت وما كفيت ورجعت. مش تاريخي هيدا، مش سعد حمدان هيدا، بس بأسف وبعتذر من كل اللي حضرني فيها. نعم سعد، يعني انت عم تحكي بوجع، وفي كتار بيفكروا انه الممثل ما بينوجع ولا بيتضايق، بيجي هالعرض بيروح بيعمله، مش عارفين انه الممثل بيتعب على حاله وبيركض ومثله مثلنا بيتضايق وبيتعرض لخبطات ولنكسات. شو جديدك هلا؟ شو عم تعمل قبل ما نسمع شيء منك؟ لا مش معقولي جاي بالعود وهالصوت الحلو وما تسمعنا شيء، بس جديدك هلا عم بتحضر لشيء؟ عم بتصور شيء؟ عم تعمل شيء جديد؟ عم حضر لعمل جديد هو مشاركة ما بين لبنان وسوريا، إنتاج شركة ديالا، كتابة وإخراج مصطفى سليم، اسمه انتحار. عمل مميز جدا، بوليسي اجتماعي أكشن. وجوابا على سؤالك اللي سألتي قبل ويمكن فاتوا المواضيع ببعضها، إنه الخلطة بالبداية صح. بالبداية بلشت شوي عشوائية، يعني البي مصري، الام سوريه، بعد شوي هداك لبناني، هداك تونسي، منا هيك بس انه حاولوا بعدين استدركوها القصه. يعني ما هلا في 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 اعمال بيكون فيها لبناني سوري ولكن بتكون الحبكه
واقعية أكثر، مقنعة أكثر. والدليل أنه في بعض الأعمال انعرضت من فترة على التلفزيونات يعني، بس من قبل كانت كتير مزعجة، وخفت هيدي الظاهرة أنه قصة المشاركة، وكانوا يستعملوها للتسويق التجاري، انه هيدا بيسوق وهيدا ببيع وهيدا كذا وهيدا كذا. انا كنت بتمنى من المنجين، يعني عندنا ممثلين كثير جيدين ان كان شباب ولا بنات، مثل ما شركات الانتاج بهديك الدول اشتغلت على هوديك الممثلين وصاروا ببيعوا، فيهم يشتغلوا على ممثلينهم حتى يبيعوا. نعم، بيقدروا يبيعوا. عندك ممثلين جيدين يعني سعد، القعدة معك لا يمل منا. نعم. لأنه عن جد أنت فنان حقيقي حبيبي، عن جد فنان. تسلمي. مثل ما منشوف سعد هون منشوفه وين ما كان، فنان حقيقي شفاف رايق، وغير أنه رايق مرتاح على الضمير. أنا شخصيا يعني عندي نقطة ضعف على سعد حبيبتي، بس مش معقول يخليك تفل بدون ما تسمعنا شيء. شو حابب تسمعنا اليوم؟ رح أقول شيء غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني خنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني الحال تتميل لها السمعين وترفرف لها الأغصان النرجس معي ياسمين، وتسافر لها الركبان طويل البوادي طويل شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيناك. الله، نضل قاعدين انا وياك نغني ونعزف على راسي. الفنان سعد حمدان، سعيد كثير بوجودك معنا بهالصبحيه الحلوه، نورتنا. الى المزيد من التقدم. شكرا. والى المزيد انك دائما تكون سعد حمدان يلي بنعرفك ان شاء الله، والى المزيد من الاعمال الفنيه والتمثيليه والغنائيه. اهلا وسهلا فيك سعد. ميرسي لكم. ثانك يو. يا هلا اصدقائنا المشاهدين، نحن هلا بنروح لبريك صغير وبيرجع الي بينضم لرفقتكم.